السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا صف التمهيدي للغة العربية. حرف النون اسمه نون صوته إن، اسمه نون صوته إن. هيا نستمع معا إلى قصة للحرف النون. ذهب نديم ونور إلى بستان راني. شاهدت نور أشجار الزيتون والعنب. قطف نديم ثمار التين. أكلت نور حبات العنب دون أن تغسلها. شعرت بألم في بطنها. أخذها أبوها إلى الطبيب نادر. قدم لها العلاج المناسب وقال: عليك غسل الخضار والفواكه قبل أكلها. هيا رددوا معي تمهيدي أشكال حرف النون في الكلمة. إن أول الكلمة نافذة، إن وسط الكلمة منزل، إن آخر الكلمة متصلة نحن، إن آخر الكلمة منفصلة ليمون. هيا نردد معا كلمات تحوي حرف النون ونرى موقعها في الكلمة. نحلة إن وسط إن أول كلمة. عنب إن وسط الكلمة. عين إن آخر الكلمة متصلة. ليمون إن آخر الكلمة منفصلة. هيا رددوا معي حرف النون بالحركات. ن ن عنب. ني ني أرانب. نو نو نسور. والآن هيا نتعلم كيفية كتابة حرف النون. نضع نقطة أعلى السطر، ننزل عمود مد إيدها نقطة فوق، نضع حركة الفتحة ن. نكتب الآن إن وسط الكلمة، نقطة على السطر مد إيدها سن لفوق، ننزل عليه إيد التانية، نضع النقطة أعلى، مع الكسرة ني. ونكتب الآن الإن آخر الكلمة متصلة، نضع النقطة على السطر مد إيدها، نطلع لفوق، ننزل لتحت صحن، منلف منسكره نقطة، والصحن تمهيدي تحت السطر الإن تحت السطر نو. أما الآن الإن المنفصلة، نقطة أعلى السطر، ننزل عليها لتحت نلف، أيوة، نضع نقطة ن. لا تنسوا تمهيدي الإن تحت السطر بتنزل الصحن. رددوا معي ن ني نو. والآن لنستقبل حروف العلة الأقوياء. آ أو إي الحركات أ أو إي. لنرى النون الإن مع الأ أصبحت نا، والإن مع الأو نو، والإن مع الإي ني ني. مع الحركات رددوا معي نا نو ني. نستمع إلى صوت نا نو ني ونردد ناب ناب، نار نار، نور نور، نوري
راني راني باني باني. نستمع إلى صوت نا نا ونردد ناب ناب. نار نار. ن نديم نديم. ن نبيل نبيل. هيا نركب معا مقاطع لنكون كلمات. عندنا هنا مقطعين نار 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 نار. المقطع الثاني للكلمة الأخرى ناصر. ثلاث مقاطع ناصر. مرة أخرى ناصر ناصر. أبدعتم. والآن لننهي درسنا بتهجئة جملة الدرس ونقسمها لمقاطع. زرع ثلاث مقاطع زرع زرع. ناصر ثلاث مقاطع ناصر ثلاث مقاطع ناصر. تين تي مقطع مقطع مقطعين تين. زرع ناصر تين. ودمتم بخير أحبتي، إلى اللقاء.